مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نتابع سريعا طبعا، انتوا حضراتكم عارفين انه الفرقه من ساعه لما رجعت من الكونغو كان يوم الاربعاء اللي فات، الفرقه خدت راحه اجازه وترجع ان شاء الله تبتدي تمرينها مره تانية بدايه من يوم الثلاثاء اللي جاي، ولعيبه الفريق كله اول ما ترجع ان شاء الله هيخضعوا لاختبار وزن قبل ما يبتدي او تبتدي تمرينه الفريق ان شاء الله يوم الثلاثاء، بقى اول تمرين ليهم عشان يقدر الجهاز يعرف اوزانهم. الاجازه دي او الراحه دي ممكن شويه تتسبب في زياده اوزان بعض اللاعبين، عشان كده هيخضعوا لاختبار الوزن ويبتدوا بعد كده بقى يظبطوا نفسهم عشان ان شاء الله يدخلوا ويرجعوا نفس الفورمه، لانه زي ما قلت لحضراتكم بمجرد انتهاء ماتشين بتوع منتخب مصر، عوده الدوليين عموما سواء مصريين او اجانب لفرقه النادي الاهلي هنكون داخلين على معترك يعني شديد العنف. ماتشين ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا، الماتشين اللي فاضلين لنا في المجموعه مع سيمبا، وان كان الموقف لسه مع سيمبا مش واضح لغايه دلوقتي بسبب ازمه سيمبا والمريخ اللي اتكلمت مع حضراتكم عنها امبارح وقلت توابعها هتكون ايه، ده اللي هيبان في خلال الايام اللي جايه، وماتش المريخ دول قبل رمضان. بعد كده بقى نخش في ماتشات دوري وكاس مصر، ست ماتشات من العيار الثقيل في شهر ابريل تقريبا، في ابريل كل اسبوع هنلعب ماتشين تقال جدا، فكان الله في عون الفريق وان شاء الله باذن الله نكون جاهزين.